شكرا على تلبية الدعوة والحضور في هذا المؤتمر. احنا نلتقي اليوم ان شاء الله لتسليط الضوء على تقرير حديث جدا للأمين العام للأمم المتحدة، وهذا يعني تقرير لسه تقرير في المرحلة ما قبل الأخيرة، يعني لسه ما هوش تقرير. اللي كان الأمين العام يوم 4 ديسمبر التقى بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الجمعية العامة واعطاهم النسخة الأولية من هذا التقرير. أنتوا عندكم البريفيليج تقريبا أنكم تطلعوا على يعني تقريبا الخطوط العريضة لهذا التقرير الذي سيكون محل سيكون يعني تحت الأنظار وتحت موضوع الساعة على طول السنة القادمة، طول 2015. احنا نعرفوا اللي من سنة 2000 إلى سنة 2015 كانت ما يسمى بأهداف التنمية للألفية التي اعتمدتها دول العالم، وهي 8 أهداف كلها معروفة. ما بعد 2015 يعني السنة هذه سنة 2014 كان فيه تقييم كبير، 2013 و 2014 كان فيه تقييم عالمي على مستوى كل دولة وكذلك أيضا على مستوى العالم، ومشاركة يعني دول، حكومات، خبراء، شباب، قطاع الخاص، المجتمع المدني في تقييم ما أنجز، وتقييم أيضا النقائص ما لم ينجز أو ما لم تكن المجموعة الدولية قادرة على إنجازه في مجال مكافحة الفقر، في مجال أيضا القضاء يعني تخفيض الفقر المدقع، وأيضا في مجال مكافحة الأمراض، مجال أيضا تمكين المرأة، مجالات التعليم، مجالات حماية البيئة، مجالات الصحة النفاسية، ومجالات وفيات الأطفال دون سن يعني في سن الخامسة، وغيرها من أهداف التنمية الألفية. السنة القادمة ستكون سنة مفاوضات بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لإعداد خطة لما بعد 2015. خطة ستكون من 2015 إلى 2030 لو يعني لو ادانا ربنا العمر. يعني مرحلة ثانية ستكون تبني على تقييم المرحلة اللي فاتت، وأيضا في أهداف جديدة ستكون محل مفاوضات كما قلنا في سنة 2015. إذن ما نطولش عليكم كثير. بالنسبة للتقرير هذا اسمه الطريق نحو الكرامة في أفق 2030، القضاء على الفقر، إحداث تغيير في معيشة الجميع وحماية الكوكب. تقريبا يعطي الملامح الكبرى للخطة بالنسبة ل 2015-2030 اللي هي القضاء التام على الفقر المدقع في العالم. يعني أهداف جد طموحة، أهداف طموحة جدا. إحداث تغيير في معيشة الجميع، يعني عدم استبعاد أي فئة من المجتمع في جميع أنحاء العالم من ثمار التنمية، وأيضا حماية الكوكب. احنا نعرفوا كلنا اللي من أهم المشاكل اللي تهدد الكوكب هي مشكلة التغير المناخي. من يومين انتهى المؤتمر الدولي على التغير المناخي، وفيه مشروع كمان للمفاوضات سيتم التفاوض عليه هذه السنة 2015 لإعداد اتفاق دولي جديد يتم التوقيع عليه في ديسمبر القادم، مش هذا يعني ديسمبر 2015 في باريس. فهما تحرك يعني على المستوى التنموي وعلى المستوى كمان البيئي، لأن التغير المناخ يهدد التنمية. بالنسبة للتقرير الأمين العام، إذن قلنا يرسم الخطوط العريضة التي ستم عليها المفاوضات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للسنة القادمة. هذا التقرير كان هو نادى به مؤتمر ريو دي جانيرو لو تتذكروا 2012، كان فيه مؤتمر كبير اسمه ريو زائد 20. هذا المؤتمر جاء بعد 20 سنة من مؤتمر ريو الأولاني اللي هو كان 1992. المؤتمر هذا متاع ريو من بين التوصيات متاعه هو تحرير الإنسانية من الفقر. يعني أهداف ممكن تكون مثالية، بس هذه الأهداف اللي مطروحة وتحديات مطروحة على المجتمع الدولي، يعني القضاء على الفقر بشكل الفقر المدقع بالطبيعة، مش الفقر يعني مستحيل بشكل دول الفقر، تحرير الإنسانية من الفقر والجوع كأولوية مستعجلة، وأن القضاء على الفقر لا يزال التحدي الأكبر الذي يواجه العالم، وأن لا تنمية مستدامة ولا أمن ولا سلم ولا أي كلام ولا أي حاجة
بدون إزالة الفقر المدقع. يعني التوب برايوريتي هي القضاء على الفقر المدقع أينما كان في العالم. الإنسانية في تاريخها تمكرت من القضاء على يعني مصائب أو مشاكل كبرى زي العبودية مثلا. احنا ممكن الإنسانية حاليا في القرن هذا مع أوائل القرن 21 عندها كل الإمكانيات وليس هناك أي عذر لأن لا تتمكن الإنسانية من القضاء التام على الفقر المدقع. هذا يعني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كلها فيها توافق على الهدف هذا. من هنا يعني يأتي تركيز الخطة على مسألة الكرامة، لأن يعني الكرامة يعني الخطة أيضا فيها هنا بعد حقوق إنسان. أهداف التنمية للألفية سنة يعني 15 سنة اللي فاتوا ما كانش فيها تركيز واضح على مسألة حقوق الإنسان وعلى مسألة البيئة. بالنسبة للخطة هذه جديدة اللي كما قلنا ستكون محل مفاوضات السنة القادمة، سيكون فيها تركيز على حقوق الإنسان، وفي لب حقوق الإنسان تأتي الكرامة، لأن كل حقوق الإنسان في نهاية المطاف مرتبطة بكرامة الإنسان، سواء كان الجوع، سواء كان التعليم، سواء كان أي سواء كان الحق في التنمية، الحق في التعبير، الحريات، كلها في نهاية المطاف تصب في مسألة كرامة الإنسان كإنسان. إذن الخطة ستكون فيها تركيز على أربع جوانب: الإنسان، الكوكب يعني البيئة بصفة عامة وخاصة تغير المناخ، حقوق الإنسان، والركيزة الرابعة هي دعم التعاون الدولي. لأن الخطة هذه ستكون للعالم، صحيح مش تكون فيها جهد لكل دولة على مستوى الوطن، يعني ضروري يكون فيه كل دولة تقوم مسؤوليتها على مستوى الوطن، ولكن هذا لا يتم أيضا إلا في إطار شراكة دولية. الخطة أيضا تركز على شراكة دولية. الجديد في الخطة هذه هي أن مثلا يعني عمليات التقييم اللي تمت في 2013 والسنة هذه 2014 شافت اللي مثلا بالنسبة لتقييم التنمية قبل كانت فيه مؤشرات مثلا مسألة الناتج المحلي الخام، يقول لك مثلا نلقاو في كثير دول الناتج المحلي الخام أو نسبة النمو طالعة وحلوة وكويسة لكني فيه فقر. مسألة كيف تتوزع التنمية هذه ما فيش فيه نقص في مقاييس متابعة توزيع ثمار التنمية. ففيه دعوة من الخبراء ومن الدول الأعضاء إلى مراجعة مؤشرات متابعة التنمية. هذه يعني من بين الدروس المستقات، يعني من الحاجات اللي هي تسمى نقدر نقوله يعني نيوز. من بين النقاط أخرى، أنا هو تقرير طويل جدا موجود على الانترنت لسه للأسف في نسخة إنجليزي بس أنا هحاول أخذ منه حاجات اللي هي جديدة حقيقة. احنا شفنا في السنوات تقريبا 15 سنة أو 20 سنة الأخيرة في العالم الكل الناس كل تحكي على عولمة وعلى القطاع الخاص وعلى دور القطاع الخاص وعلى أن القطاع العام والدولة ومؤسسات الدولة they are not efficient، يعني ماهيش ناجعة، وضروري القطاع الخاص هو يجيب الإضافة. فيه نوع من مش تراجع بس فيه نوع من مراجعة هذه الفكرة. الخبراء والدول الأعضاء يعني خبراء الدول الأعضاء اللي مشاركين في التقييم يقول لك أن القطاع العام لم يستنفذ كل إمكانياته. القطاع العام بإمكانه تعبئة موارد مالية هامة جدا يمكن استثمارها في التنمية، وذلك عبر النواحي التالية: أول حاجة إصلاح منظومات الضرائب. في كثير من البلدان النامية بصفة عامة فيه إشكاليات في الحصول يعني على الضرائب، وفيه مشاكل حتى في الدول المتقدمة، يعني فيه مشاكل تهرب الضريبي، يعني التهرب الجبائي. التهرب هذا بطبيعة يحرم الميزانيات والموازنات من موارد مالية كبيرة جدا. الحاجة الثانية اللي ممكن تتصلح هي مسألة التفاوت والفوارق بين الناس. هذا مستحيل يقوم به القطاع الخاص، هذا مسؤولية الدول، مسؤولية القطاع العام. أيضا الحاجة الثالثة اللي بالنسبة لإعادة تنشيط أو إعادة تأهيل دور القطاع العام هي مسألة مكافحة الفساد. لأن الفساد حسب تقارير، يعني حتى تقارير الأمم المتحدة، تقارير البنك الدولي وغيرها، وشفنا تقارير على مستوى العالم وكذلك ومنظمة ترانسبيرنسي انترناشونال وحتى تقارير إقليمية وتقارير محلية في المنطقة العربية، ظهرت اللي
الفساد يعني يخلي الدول كثير من الدول النامية ما يسمى بنقص في الربح، يعني يحرمها من 30% من 40% من بنسب متفاوتة طبعا من بلد لبلد من إمكانيات اللي ممكن تكون ترجع لل، يعني هي مفروض موارد الدولة لكن بطريقة أو بأخرى تمشي في طرق غير مشروعة ويستفادوا منها أشخاص أو شركات أو لوبيات. هذه كمان ضروري إصلاح، الخبراء يوصيوا أن الدول النامية تحاول أنها تصلح مسألة الفساد وتحاول أنها تعمل سياسات لمكافحة الفساد حتى تتمكن من هذه الموارد اللي هي ترجع يعني للصالح العام وما تتمتعش بها بس لوبيات أو أشخاص. من بين الدروس أيضا المستقات هي أنه كما قلنا ضرورة مراجعة مقاييس تقييم التنمية، فيش كنا في حتى يعني ناس تولى تحب تدخل مثلا تقييم مثلا مؤشر السعادة مثلا، يعني في السنة هذه الجاية حتكون فيها نقاش كبير على المؤشرات، يعني لسه في كثير أفكار وسيكون على طيلة هذه السنة فيه نقاش على مستوى مثلا على مستوى المنطقة العربية، هيكون على مستوى الإسكوا، فيه تكون مثلا لقاءات إقليمية لمناقشة المؤشرات متابعة أهداف التنمية المستدامة والأهداف بيدها نفسها. هذه كمان ستكون أيضا محل ممكن تتغير تتضبط شوية، يعني في أيضا معطى جديد هو أنه في العالم هذا بالتكنولوجيا الموجودة خاصة تكنولوجيا المعلومات صار ممكن للدول النامية والدول والمجموعة الدولية بصفة عامة تطوير ما يسمى بالمعطيات، يعني أنظمة الإحصائيات مثلا لمتابعة التنمية. التكنولوجيا الموجودة توا والإنترنت وغيره وكذا ممكن تساهم في تحسين قدرات البلدان النامية على الحصول على المعلومات في بلادها أصل، يعني مسألة الإحصائيات وتكون إحصائيات مضبوطة وتكون قادرة على أن ترشد صنع القرار وترشد أيضا السياسات. هذا تقريبا بعض يعني بعض النتائج الكبيرة اللي ظهرت في التقييم متاع أهداف التنمية الألفية. بالنسبة للسنة القادمة نعطيكم بعض يعني الأحداث الهامة التي ستشهدها السنة القادمة في هذا الإطار. كما قلنا فيه ضرورة التعاون الدولي، السنة القادمة ستشهد ثلاث مؤتمرات كبيرة جدا، ثلاث مؤتمرات هامة جدا. الأولاني هو المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية، نعرفوا اللي صار فيها يعني في البروسيس متاع مونتيري، يعني مسار مونتيري وغيره، هذا على مسألة تمويل التنمية في العالم يعني محليا ووطنيا من بين القضايا الكبرى، لأن ما فيش تنمية طبعا من غير تمويل ناجع ومن غير شبكات تمويل وكله. سيكون مؤتمر كبير جدا عالمي في أثيوبيا في شهر يوليو 2015، ومن الممكن أن ينتج هذا المؤتمر أسس شراكة دولية صلبة لتدعم تنفيذ الخطة خطة التنمية لما بعد 2015. ستكون هناك أيضا قمة الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة في شهر سبتمبر 2015، هذه ستكون أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقمة هذه ستعتمد الخطة الجديدة خطة التنمية المستدامة أو أهداف التنمية المستدامة التي تمتد من سنة 2015 إلى سنة 2030. السنة القادمة أيضا سيكون هناك مؤتمر في باريس على التغير المناخي، ويكون فيه اعتماد اتفاقية يعني اتفاق دولي جديد حول المناخ، وهذا تم إعداد يعني المشروع الأولاني بتاعه في المؤتمر الأخير اللي كان في البيرو في ليما، يعني في ثلاثة مؤتمرات كبيرة. ولا يعني تقريبا هذا ما نطولش عليكم كثير، هذا تقريبا من بين أهم الأفكار يعني اللي خرجنا منها من التقرير هذا متاع الأمين العام. أنا نسيت ما قدمت لكمش ضيفتنا الخاصة بالنسبة للحلقة للاجتماع هذايا، الدكتورة
سوريا الدكتورة عليا الديلي أو المهدي. الدكتورة عليا المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، كمان هي ستكون يعني ستحدثنا على مسألة أهداف التنمية الألفية، وستكون أيضا هنا للإجابة على بعض الأسئلة لو في أسئلة، لأن باعتبارها خبيرة في هذا المجال. بس قبل ما نمرر الكلمة للدكتورة، احنا عنا مقدمة صغيرة يعني تلخيص لهذوما 15 سنة متاع الMDGs في فيديو صغير احنا حنعرضه الآن، ومن بعد نمر للدكتورة عليا. تفضل. نتائج يعني ملخصة جدا متاع 15 سنة من أهداف التنمية الألفية بالنسبة للفقر، بالنسبة لكل الأهداف، وفيه مثلا أمثلة يعني مثلا من بلدان اللي حققت نجاحات يعني معتبرة. المهدي.